Hello tout le monde, inchallahkom, inchallah tkounou bkhir w ala khir. مرحبا بكم في قناه سارس ديلي واللي جا جديد نتمنى تابونيو وتشاهدوا الفيديو حتى للاخير. سمحوا لي لافا تاعي راهي شويه مبدله خاطر راني مريضه، الحمد لله على كل حال. الوغ لا فيديو تاع اليوم جايه شويه طويله باسكو حنوريكم فيها لي بريباراتيف لي درتهم دو ا ا زد لانيفرسير تاع وليدي كي ا فيتي سي ان اون. وهذا الكولي كان حقني اسبوع من قبل لانيفرسير تاع وليدي، كنت كومونديت هاد لي تروك من عند شيئين، يعني لي تروك تاع ديكوراسيون كنت حابه، ديكوراسيون تاع لا جينغ لي زانيمو، و كومونديت تاني تروك تاع باش نبريباري بهم لو غاتو ديالي لي كوب كيك، يعني كاع واش نسحق باسكو انا جي ديسيدي نطيب كلش لوليدي، انا نوجد له كلش. هادي هي دونك شريت كاع واش نسحق، ما شريتش بزاف عفايس، مي شريت العفايس اسونسييل اللي نسحقوهم كامل فلا ديكو، نسحقوهم فلا انيفرسير، وشريت اوسي هذايا البوبي تاع ديال لوليدي باش يلعب بها. وهادي هي، نخليكم على فيديو. هنا كتبت كاع واش راح نوجد وكيفاش راح نديرهم باش ما تتخلط ليش، دونك كتبت كاع واش راح ندير زعما داخل الكاطو باش نشبحو ايتو، ونروح نوجد لو كاطو اللي هو الاول كامل في ليطاب ديالي. نبدا بلا جينواز، نسحق فيها زوج حبات بيض، نسحق 60 غرام تاع الفرينه اللي درت فيها مغرفه تاع لا ليفور ولا ان باكي دو ليفور، و 60 غرام تاع السكر، ونسحق لا فاني. هنا عندي تاني كولورون فيغ اليمونتير، ونبدا بالبيض هو الاول، لا فاني، السكر، نطلعهم يعني نخلطهم حتى يطلع لي بيان البيض مع السكر. من بعد نجيب الصفايات ديالي ونحط الفرينه اون 3 فوا، ما نرميهاش كامل على ضربه في البيض سينو يحبط لي البيض، دونك غير هكا بالوحده وندخلها بالعقل. دونك لي يسحق لا ريسيت تاع لا جينواز راح نخليها لكم في الرابط الفوق. ومع الاخر زدت لها مغرفه تاع الزيت هكذا باش تجيني برك مويلوز، نحي قسم مغرفه كبيره دو كوتي، ونحط في لو مول ديالي العجينه هذيك نسقمها، وفي المغرفه هذيك اللي خليتها ندير فيها كولورون فيغ، نسير نشبحوها هكذايا في لاجينواز تاعي، نحطها طيب. وهذه هي لاجينواز ديالي بعد ما طابت، نديمو ليها بالخف باش ما تلصقليش. شوفوا لا جينواز ديالي شحال جات خفيفه. نعاود ندير لا ميم شوز اربع خطات، لاخطر نسحق اربع جينواز الكاطو ديالي. وهنايا بور لي بوب كيك في بلاص حندير درت زوج حبات بيض و 60 غرام تاع فرينه، درت فيها ليفور مي 60 غرام نحيت مغرفه تاع الفرينه ودرتها كاكاو باش نديرها شوكولا. هنا ماشي لازم مول باسكو حنفتوها لا جينواز هادي، دونك ديروها هكذا وطيبوها. هنا راني كملت تاني لا جينواز ديالي، راني درت اربع طبقات، شوفوا كيفاش يجو خفاف. دوكا نروح نوجد لا كريم او بور، تجي سهله مهله. واش نسحق فيها؟ 400 غرام زبده تكون طريه ماشي دايبه وماشي بارده بزاف، 400 غرام. نسحق تاني 200 غرام تاع لو لي كونسونطري حليب مكثف، ونسحق تاني 200 غرام تاع الشوكولاته خاطر حبيتها بذوق الشوكولا. سينون نتوما اذا كم حابين ديروها غير فاني، تنحوا الشوكولاته وديروا لها فانيليا. هنا نحط 400 غرام تاع الزبده ديالي ونخلطها حتى تخفف لي الزبده.
ما نساوش نخلطوها دو طون زون طون باش نخلطو كامل هذيك الزبده. وهنا ندير 200 غرام تاع لو لي كونسونطري في بلاصه السكر، يطلق لنا دو ان لو غو، يطلق لنا الحلاوه. نزيد لها الشوكولا ونخلط. هنا تاني راح نزيد لها نوتيلا باش تطلق لي الغو شباب. دونك ندير واحد 3 مغارف كبار ولا 4، نزيد نخلطها. ولا كريم او بور ديالي راهي خفيفه وواجده باش نعمل بها لو غاتو. فوالا تجي بريونت اوسي، شوف كيفاش جات خفيفه وهايله. راح تاني نستعمل الجوز في الغاتو ديالي. وعندي هنايا لو سيرو اللي درت الماء والسكر ودوبتهم وخليتهم حتى يبردوا. حنزيد فيهم شويه تاع لافاني ونخلط باش نشرب به لو غاتو ديالي. جبت تاني حاجه هكا باش ما يتعوجليش لو غاتو تاعي. نحط الجينواز الاولى نشربها مليح ونزيد لها لا كريم او بور. هنا درت بزاف لا كريم او بور خاطر نحب الكاطو تاعي تكون فيه هذيك الزبده اون بلوس بنينه. نزيد ندير لها الجوز وندير لا ميم شوز مع الطبقات اللي قادوا لي هكا. ونزيد نكمل ندير الزبده هذه كامل من الفوق ونحطها في الكونجيلاتور. الزبده دوكا اللي بقات لي ندير فيها اللوز مرحي، وعندي تاني جوز محمص ولوز محمص باش يطلق لي الكو. هادي باش ندير لي بوب كيك. وهادي لا جينواز اللي درتها تاع الشوكولا نفتتها مليح ونخلط لو تو حتى يتعجن لي. فوالا يولي لي عجينه متماسكه. نديرها دي بوتيت بول هكذا، وبعد ما نكملهم تاني نحطهم في الكونجيلاتور باش يبردوا. هنا راح ندير بيتزا، دي ميني بيتزا. عندي لافارين، عندي ما دافي درت فيها الخميره والسكر، زدت الملح في الفارينه، شويه زيت. ندير قيس نص حبه بيض والنص الاخر نخليه باش نديرو فوق البيتزا ديالي. ونزيد الماء ونخلط مليح حتى نتحصل على عجينه طريه شويه. نزيد ندير لها مغرفه كبيره تاع الزبده ونعجنها كيما راكم تشوفوا ونخليوها تخمر. بعد ما خمرت لي العجينه نحبط كامل الخميره هذيك ونبقى ندير دي بوتيت بول ونعبزهم كيما راكم تشوفوا. ومن بعد ندير لهم الشكل الداخل باش نعمرهم بلاصوص. عندي لاصوص واجده اني نعمر في لي بيتزا تاعي وتشبه نتوما كيما تحبوا. بعد ما طابت لي البيتزا وحمرت نزيد لها الفرماج غابي. في الدوزيام جور دوكا راح نوجد لي كوب كيك. عندي 4 حبات بيض، عندي 120 غرام تاع السكر و 120 غرام تاع لافارين بلس لا ليفور والكاكاو. بيان سور نقصت شويه من لافارين ودرتها كاكاو ودرت ان باكي تاع ليفور. عندي تاني الزبده وعندي الحليب. نخلط قبل السكر مع البيض ونحطه في بان ماري حتى يذوب لي السكر. اون فوا السكر يذوب نبدا نطلعوه بالباتور حتى يطلع لي بيان كيما راكم تشوفوا. ما كي طلع نبدا ندخل فيه لافارين هذيك غير بالعقل اون 3 فوا. ما تنساوش تغربلوها بيان سور باش ما يقعدوش لي غرومو. تخلطوها غير بالعقل بلا ما يحبط لكم البيض. هنا اني دوبت الزبده مع الحليب، خلطهم تاني مع لا بريباراسيون تاعي. نوجد لو مول ا كوب كيك، نحط فيه العجينه ونخلي ندخلو في الكوشه. هادو مالي كوب كيك تاعي راهم واجدين، دوكا تاني خبيهم دو كوتي.
بعد ما كملت لي كوب كيك راح ندير الجوزيه اللي حنخلي لكم في الرابط الاعلى، خطر عملتها في فيديو من قبل دونك تلقاو لا ريسيت بالتفاصيل. هنا وجدت هاد لي فيغين اللي راح ندير فيهم الجوز وبيان سور التحضير تاع الجوزيه ديالي. نجي نشبعهم، نغلقهم بهذا الشكل ونخبيهم باش نوجد لي ميني برغر ديالي. راح ندير الفرينه هنا على حسب الكميه، قسمتها على زوج، درت فيهم الملح حبه حبه بيض. هنا عندي حليب دافي مع الخميره وشويه سكر، عندي جو تاع البيتراف في هذا الكوتي باش ندير لي ميني برغر روز، نزيد لهم مغرفه تاع زبده. جيني عجينه هكا خليها تخمر. في العجينه الدوزيام تاني درت الحليب مع الخميره دافي والسكر، عجنهم بيان، قسمهم على ثلاثه، ندير في وحده كولوران بلو اليمونتير يعني نقول ناتوريل، وهنا عندي تاني كولوران فير، هذه خليتها بيضاء، نزيد فيهم الزبده ونعجنهم ونخليهم يخمروا. فوالا بعد ما خمروا نشكلهم دي بيتيت بول على حساب لي برجر اللي راكم حابينهم انتوما على حساب الحجم، ما انا حبيتهم غير صغيورين. درتهم كامل لي بيتيت بول كيما راكم تشوفوا، خليهم يخمروا، بعد ما يخمروا ندهنهم بالحليب. نزيد فوقهم السمسم الجلجلان ونحطهم بكوشه. هادو هما لي ميني برغر تاعي بعد ما طابوا، شوفوا كيفاش يجو خفاف بزاف. هنا في التخوازيام جوغ راح ندير لي مونشون، نوجد لا بيشاميل تاعي اللي درت فيها الزبده الفرينه، خلطهم، نزيد لهم الحليب، خاص تجيني بيشاميل شويه ثقيله هكذا، نزيد فيها دوكا الملح والفلفل الكحل ونخليها تبرد. بعد ما بردت حطيتها في لاباط فيتي ديالي ودرت لها شويه بيض باش نغلقهم باش ما يتفتحوش، وزدت هنتهم بالبيض من برا باش يحمروا، ودرت لهم الجلجلان، حطيتهم في الكوشة يطيبوا، وكي طابوا هذا هو لو ريزولتا بعد ما طابوا لي. الو لا ديكوراسيون تاع الكاطو تاعي راح نسحق فيها 1 لتر تاع لا كريم فريش، زدت فيها قيس زوج مغارف كبار تاع لا بودغ شونتي، خلطهم حتى يطلعوا، وما ننساوش ثاني السكر، تولي لها حتى تولينا جوغ زبده. فوالا دوكا جبت الكاطو تاعي من الكونجيلاتور، نسي نحطو في الوسط باش يجيني ساهل، كي تحطوه في كونجيلاتور يكون حاكم روحو ويجيكم ساهل باش ديكوريوه باش تغطيوه كامل بعديك لا كريم. نسين سقمو تاني نسين ليسيه. نحطو دوكا في الكونجيلاتور باش لا كريم تحكم روحها، ونروح نوجد الكاناش تاعي اللي عندي شوكولا بلون، ندوبها في الباماري، بعد ما تدوب نزيد لها شويه تاع لا كريم فريش، بيان سور راهي رايحه تيبس لكم دوكا، نزيد لها كولوران فير، نزيد لها لا كريم فريش باش تولي لنا ليكيد وحاكمه روحها. هنا بدلتها باش تجيني سهله باش نخلطها، فوالا باش تولي هكذا ليكيد كيما راكم تشوفوا. ودرتها في ان ساشي، درت فيها درتها فوق الكيك تاعي، هنا ما عرفت كيفاش راحت لي لا فيديو.
من بعد راني نشبح لو كيك تاعي من الفوق، درتهم هكا على شكل طفيره، درت عمرتهم في الوسط ومن تحت وشبحته بالشجر، باسكو حندير تام كيما قلت لكم تاع لا جانغل و لي زانيمو. وبلا ميم كريم راني نعمر في لي كاب كيك ديالي. وبالشوكولا هذيك راني ندير دي بيتيت فوي. دوكا نروح ندير لي بوب كيك ديالي. عندي هنا دي بيسكوي اوريو ولا بيسكوي شوكولا، نيمبورت كال بيسكوي، نحيت له الزبده ديالو ونفتو. بعدها نحكم شوكولا اولي ولا بالحليب ندوبها. عندي هنايا جبتهم من الكونجيلاتور البوب كيك اللي وجدتهم ديجا، وهادو ما باش نسقاو البوب كيك. وعندي تاني مارشمالو ان فورم دو نونورس بور رابلي كوتي تاع لي زانيمو. بعد ما دابت الشوكولا نحط فيها البيسكوي ونحطهم فوق لي زوريو. فوالا نزيد ندير لهم هذيك المارشمالو، وهادو هما لي بوب كيك ديالي راهم واجدين. ومن بعد رحت وجدت لي ميني برغر ديالي، عمرتهم، درت لهم اون صوص ودرت لهم يعني الدجاج، طوماط، سلطه، فرماج، وغلقتهم. وفي الليل كاع كي جا الزوج عاوني باش درنا لي بالون، درنا نبولات نفخناهم كامل. جي اشتي اوسي هاد لو تروك هذا باش يعاونني نلصق فيهم البالونات باش تجينا سهله نعلقوهم. حط وحده قدام وحده، ومن بعد كراجلي كمل مع لي بالون، وانا رحت سقمت هديه لا فراز تاع هابي بيرثدي. Le jour d'anniversaire est arrivé. Petite insigne sur la table avant de m'ajouter les invités. Hâte de chocolat en forme d'animal, fait les animaux et tout. Donc, il y a la table d'Ali qui sent, gars qui rappelle la jungle. C'était un thème wild one. Donc, hâte les mini burgers, les pizzas, manchons. لو كيك اوسي حطيتو زيت شبحت بيه، هادوما اللي جبتهم من شيئين. فوالا لي ماسك هادو تاني كنت شريتهم جوغ لي زونفون، و لي كب كيك. فوالا هادي هي طاولتي المتواضعة. ومن بعد رحت وجدت روحي وجاو ضيافي، شوفو ميم لا ديكو، جاو ضيافي ودراري لعبوا، وليدي تاني فرح بزاف ولعب بزاف، ونقول له كل عام وانت يا بألف ألف خير.